السلام عليكم. بالتأكيد العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بما يتعلق بملف المياه وإدارة المياه، حقيقة هنالك تعاون كبير جدا في مجال إدارة المياه والإطلاقات المائية من السدود والخزانات. الاجتماعات مستمرة وبشكل دوري بين اللجان الفنية المشتركة في وزارة الموارد المائية والهيئة العامة للسدود والخزانات، أيضا مع ممثلي هيئة السدود وإدارة السدود في الإقليم. الغاية من هذه الاجتماعات وتنسيق الجهود بالتأكيد هو للاتفاق على آلية أو برنامج أو خطة للإطلاقات المائية وتحديد الأولويات وفق المتطلبات، إضافة إلى التعاون المشترك لضمان سلامة وإدامة عمل هذه السدود. هنالك لجان عديدة مشتركة، تهدف هذه اللجان إما وضع خطط الإطلاقات المائية وتأمينها وفق المتطلبات ووفق الخطط الموضوعة لتلبية كافة المتطلبات، سواء الزراعية منها أو تأمين مياه الخام لمحطات الإسالة وكل الاحتياجات الأخرى. نعم، حقيقة منذ عام 2017 وبعد حصول الزلزال أو الهزة الأرضية، حقيقة كان هنالك تأمين مبالغ من أجل إدامة وصيانة جميع مرافق السد، وأعتقد أيضا ضمن هذه السنة ضمن عام 2023 أيضا هنالك تعاون كبير جدا من أجل استكمال الكثير من المفاصل المتعلقة بعملية إدامة وصيانة وتأهيل السد في كافة مرافقه وتحديدا الأمور الفنية. كان هنالك اجتماع قبل فترة قصيرة في سد دربندخان، وكذلك سبق أيضا اجتماع على مستوى عالي انعقد مع معالي وزيرة الموارد المائية في الإقليم وكذلك مع السيد مدير عام السدود ومدراء السدود. تم خلال هذه الاجتماعات التباحث في آلية التعاون والتنسيق من أجل تنفيذ بعض الأعمال المهمة في موضوع دراسة سلامة السدود وتقديم دراسات تفصيلية حقيقة بالاستعانة بكبريات الشركات والخبراء العالميين، إضافة إلى الاتفاق على المباشرة بالأعمال المتعلقة في سد دربندخان تحديدا لضمان سلامة السد وتلافي بعض الأمور الفنية التي حصلت من جراء الهزلة. أنا كما أشرت حقيقة أنه كمية المياه المطلقة من السدود والخزانات بشكل عام هي تخضع إلى خطط موضوعة بشكل مشترك من أجل تأمين كافة المتطلبات اللي تحتاجها محافظات العراق بشكل عام. حقيقة التعاون على أعلى مستوى، نعم نحن جدا مرتاحين لهذا التعاون المشترك، وبالتأكيد هو ينصب في المصلحة العامة. هنالك تنسيق مستمر ليس فقط على مستوى اجتماعات فنية وإنما تواصل يوميا من خلال تبادل المعلومات. بالتأكيد اليوم إذا تحدثنا عن الخزين المائي فهو يعتمد على حجم الإيرادات المائية، كذلك يعتمد على تساقط الأمطار ومجموعة السيول الواردة إلى العراق، يعني بما معناه أنه ما متوفر لدينا من خزين مائي وما يتأتى من إيرادات مائية، كل هذه الأمور معتمدة بالتأكيد أيضا على جانب مهم وهو طبيعة السنة المائية والظروف المناخية ومتطلبات المواسم، سواء الزراعية منها أو تأمين المياه للاستخدامات الأخرى، حصة الأخوار وكذلك دفع اللسان الملحي بالبصرة. كل هذه المتطلبات هنالك خطط مشتركة موضوعة، تعاون كبير جدا بين الحكومة المركزية وبين حكومة الإقليم وخصوصا في إدارات السدود، وحقيقة التعاون مستمر وهنالك أعتقد تجارب كثيرة في هذا المجال. لا على العكس، لكن هو احنا الجميع يعلم انه ملف التفاوض هو ملف ليس وليد اليوم، ملف من عشرات السنين. بالتأكيد هنالك نقطة كلش مهمة يجب ان نوضحها لكل المتابعين، انه ملف المياه شهد وخصوصا بعد تشكيل الحكومة دعم كبير، فتح صفحة جديدة في العلاقات المائية مع دول المنبع. كان هنالك تواصل مع حكومة تركيا، كان هناك تواصل أيضا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كانت هنالك اتفاقات على عقد اجتماعات فنية مشتركة
وتبادل الزيارات وتبادل المعلومات. خلال الفترة القريبة القادمة هنالك زيارة لوفد إلى جمهورية تركيا، كذلك هنالك زيارة أيضا للجمهورية الإسلامية الإيرانية. أعتقد هذا الدعم الكبير، دعم الحكومي الكبير لملف المياه، حقيقة لمسناه وسيلمسه كافة المتابعين لموضوع المياه. الغاية حقيقة من هذه الاجتماعات وهذه الزيارات المشتركة وتبادل المعلومات هو ضمان حقوق العراق المائية وحصول العراق على حصة عادلة من المياه لتلبية متطلباته، إضافة إلى كل الاتفاقيات أو البروتوكولات مذكرات التعاون المشترك الموقعة بين الطرفين. بالتأكيد نسعى من خلال هذه الاجتماعات إلى وضعها حيز التنفيذ. يعني حقيقة نلاحظ هنالك تعاون كبير بالفترة الأخيرة من جميع الأطراف، إضافة إلى النقطة التي أؤكد عليها دائما وهي المهمة في هذا الملف، هو موضوع الدعم الحكومي الكبير جدا، سواء من فخامة رئيس الجمهورية، من دولة رئيس الوزراء، ومن كل المعنيين في قطاع المياه بالحكومة. حقيقة هذا هو ما نعمل عليه. يعني احنا الجميع يعلم انه لا توجد هنالك اتفاقية موقعة بالأرقام عن تحديد الحصص المائية. احنا نسعى من خلال هذه اللقاءات وتبادل المعلومات الى ترجمة ما تم توقيعه من بروتوكول وما تم توقيعه من مذكرات تفاهم اللي فيها بند واضح جدا ومهم يتعلق بتأمين حصة عادلة من المياه إلى العراق. نسعى إلى ترجمة هذه إلى الأرقام من أجل تحقيق حصة عادلة من المياه سواء في عمود دجلة أو عمود الفرات. إحنا الجميع يعلم أنه بما يتعلق بنهر الفرات هنالك اتفاق سبق وتم توقيعه بين تركيا وسوريا وكذلك العراق بتأمين حصة لا تقل عن 500 متر مكعب في الثانية بالحدود التركية السورية. 58% من هذه الكمية هي للعراق، والنسبة الأخرى اللي هي 42% للجانب السوري. لكن ما يتعلق بعمود دجلة حقيقة احنا نأمل خلال الفترة القادمة، خلال الاجتماعات القادمة، يتم الاتفاق على حصة عادلة للعراق لتلبية متطلباته. حقيقة بما يتعلق بوضع السدود بشكل عام بالعراق فوضعها جيد جدا. حقيقة جميع سدودنا، يعني سواء السدود الكبيرة أو السدات التنظيمية، في وضع جيد جدا. أعمال الصيانة الدورية، أعمال إعادة التأهيل لكثير من مرافق هذه السدود مستمرة على مدار السنة. هنالك حقيقة دعم أيضا من الحكومة المركزية بتأمين التخصيصات اللازمة لديمومة عمل هذه السدود وصيانتها، وكذلك دراسة واقعها وما تؤول إليه من خلال تقادم السنين. احنا نعرف انه جميع سدودنا الان وبالذات يعني اذا ما تحدثنا عن سد الموصل حقيقة يمر بافضل حالاته. نعم هنالك فراغ خزني كبير في سدودنا وخزاناتنا للاسباب اللي تحدثنا عنها، هي قلة الايرادات المائية اضافة الى التغيرات المناخية وطبيعة السنين المائية والمواسم الشحيحة اللي مرت بالعراق. لذلك احنا كنا نضطر انه نستخدم من الخزين المائي لسد النقص الحاصل بقلة الايرادات وتلبية كافة المتطلبات. وضع السدود اليوم في وضع جيد جدا، هنالك فراغ خزني أيضا كبير جدا، أعمال الصيانة والتأهيل مستمرة على مدار السنة لكل منشآتنا بشكل عام.